بعد 150 ساعة لعب في لعبة هورايزن فوربيدن ويست اكتشفت أشياء مرة كثيرة جماعة الخير، وفيها حرق كثير اللي مهتم بالقصة والأسرار والأمور هذه كلها اللي حشارككم إياها اليوم، واللي بتعطيكم نظرة خلنا نقول كذا من زاويتي أنا ليش وصلت للرقم المهول ذا. مو من المنطقة أصلا في لعبة تخليك تلعب ذا الوقت كله إلا إذا كانت فعلا رهيبة، وهو هذا اللي جاي أنا اليوم أشارككم إياه. إيش شعوري بعد ما خلصت اللعبة؟ وإيش الأشياء اللي قابلتها في اللعبة؟ والأهم من هذا كله قصة اللعبة اللي دارك سوداوية حرفيا وتصدمك كثير جدا، فرح أشارككم إياها اليوم. ترى في حرقة صاحبي، استمتعوا. السلام عليكم، كيف حالكم يا جماعة الخير؟ إن شاء الله طيبين ومبسوطين. الفترة اللي راحت أغلب الوقت راح بدون مبالغة وأنا قاعد ألعب هورايزن فوربيدن ويست. إذا أنت تعتقد أني أنا من الناس اللي مرة مهتم بالتروفيات حاب أقول لك يا صاحبي ولا أنا حول التروفيات، حرفيا قاعد ألعب بالفطرة وتصدمت أنه أنا ما شاء الله تقريبا أغلب التروفيات طلعتها بمجموع 45 تروفي من 9 أو 58 تروفي، فاللي باقي لي اشياء مره بسيطه المهام فرعيه اصلا انا حتى عارفها انه لو كملتها حيعطوني عليها تروفيات. فهذا جزء بسيط بيوريكم قد ايش اني انا كنت مستمتع باللعبه، لكن ما بخفيكم زي ما قلت صراحه من بدايه اللعبه كانت مره رتمها بطيء لدرجه حسيت كذا مره انه ممكن اوقفها، بس قررت اني اكملها لانه في شيء اثار اهتمامي وهو ذا اللي انا جاي اشارككم اياه اليوم. لانه فكره اللعبه بشكل عام كتابة للقصة غريبة جدا وممكن تكون صادمة للبعض، لأنه ما توقعت هورايزن ممكن توصل لهذا البعد من الداركنس على قولتهم أو الظلام السوداوية خلينا نقول بالإضافة للغموض. بس قبل لا نبدأ بس وزبطونا على الاشتراك واللايك والنشر، جيب لك كوب شاهي ولا قهوة ولا زي خليك صحي على شاي أخضر، خلونا نبدأ. هورايزن فوربيدن ويست، من يوم ما بديت في اللعبة وأنا كنت بس شايل هم نقطة واحدة، هل اللعبة هذه حتحمسني أكمل قصتها وإيش هي المغامرة الجديدة؟ لأنه صراحة ما أقنعتني في التريلرات أنه أستكشف السر المادة الحمراء اللي قاعدة تقضي على البشر، ما حسيت هذاك الشيء أول واو اللي أنا والله مستعد أن ألعب اللعبة ذا حين وأشوف إيش السر كله. مع أنه أكثر نقطة كانت محمستنا أنه إحنا متأكدين جودة بلايستيشن في حصرياتهم جدا أسطورية، بالإضافة لا ننسى أنه أصلا الجزء الأول كان ناجح وقصته كانت جدا رهيبة. اللي بالمختصر المفيدة جماعة، آلة طلعت فجأة وبعد سنين طويلة، لأنه هذا الشيء صار في عصرنا الحالي وبعد سنين طويلة اللي هم عيال 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 عيالنا لما نجو ما هم عارفين هذول الآلات إيش قصتهم، فبالتالي معتبرينهم كنا مخلوقات اللي بيعبدوهم اللي بيحربوهم، يعني في النهاية البشر كل واحد وطريقة تعامله مع الموضوع، إلا بنت واحدة بطلة اللعبة اللي هي إيلوي اللي في بداية لعبة الجزء الأول تنصدم إنه في بوابة كبيرة تفك لك بيتكلم فيها صوت خلنا نقول ذكاء اصطناعي. احنا عارفين انه ذكاء اصطناعي هم يشوفونه آلهة في اللعبة، فبالتالي ينفك الباب لأنه شافك انت او شافك انت يعني اقصد يا إيلوي. هنا تبدأ تنحط علامات استفهام كثيرة في راسك انه اوكي هذا الآلي يعرفني ويعرف عيني ويعرف الفيز القفل حق الجوال، لكن السؤال كيف وإيلوي مولودة قريبة وهذا الشيء واضح انه قديم وعمره ما انفك بناء الجزء الأول. وهنا طبعا تبدأ بعد كده تتعمق وتكتشف أن أم إيلوي كانت عالمة ولها يد في الموضوع ده وحاولوا يقضون على الآلات دي اللي كانت بفيروس جدا غامض وغريب بدون ما تدخل في التفاصيل دي، بس بتحاول تكتشف قصة إيلوي. فنقدر نلخصها أن الجزء الأول كان عبارة عن ملخص لقصة إيلوي ختمناها في القناة الأولى ببثوث مباشرة، اكتبوا في VGA for A-Live او ححط لكم اياه وشيكوه. لكن في الجزء الثاني لما بدأت اللعبة كرتمها مرة بطيء، بس كان في شيء غريب في البداية وانا تكلمت عنه في المقطع اللي نزلته اول واحد، انه الناس طالعين من كوكب الارض ورايحين لكوكب ثاني وقاعدين يسوقوا نقطة انه لازم تطلعون معانا في المركبة الفضائية ولها حسبة معينة او تذاكر معينة عشان تطلع معانا، وهذا بيخليك تنحط تحت اسئلة وغموض كثير. ما هي صدفة يا جماعة الخير، مع أنه في بداية اللعبة لمحوا عليها، وفعلا بعد ما تلعب وبعد ما تستكشف في اللعبة وتقريبا بناء القصة كان معتمد بشكل كبير جدا أنه الآلات وضعهم غريب ورتمهم صار غريب وصار يطلعوا من أماكن ما كانوا متوقعينها هذولا الناس. تقريبا تحتاج إلى 5 إلى 6 ساعات عشان تطلع من المنطقة اللي ما فيها ذاك الشيء الحماس وتبدأ تدخل في الغرب المتوحش فوربيدن ويست.
لما تروح على فوربيدن ويست تلاحظ الوحوش كيف مختلفين، القبائل والتنوع اللي بينهم صراحة كان جدا رهيب، وهذه نقطة لازم تركزون عليها، لأنه أنا لما كنت ألعب كنت أحاول قدر الإمكان في كل جزئية بمرها أمسح الجزئية ذي كاملة، وعشان أروح للمنطقة اللي بعدها كذا في مخي. يعني أنا لما ندخل مهمة معينة ألاحظ في مهام فرعية، أخلص الفرعية كلها بعدين أخلص المهمة الرئيسية عشان أضمن إنه هذه الجزئية انتهيت منها وأروح للي بعده. هذا اللي خلى وقت كثير أضيعه أو استمتعت فيه حرفيا داخل اللعبة، إيمانا واعتقادا مني إنه ممكن قصة اللعبة أقدر أتخذ فيها قرارات بناء على الأشياء الجانبية، وفعلا في علاقة بتلاحظها تسير مع اتخاذ قراراتك. لكن خلنا نقول for your information، كأنها معلومات لك أنت يا عزيزي، وبناء عليها ممكن تساعدك. حتى الشخصية بتلاحظها بتقول آه أوكي أنا مريت من ذاك المكان ترى، ولاحظت أنه كان في شيء زي كذا، فهمتوني؟ وفعلا في قرارات أنا اتخذت عليها تروفيات وقعدت أتعامل مع الموضوع كأني داخل اللعبة، وانصدمت أن أنا جايب 45 تروفي من 57 58 تروفي بالصدفة. واحد من التروفيات لازم تمسح كل الآلات اللي تقابلك، وطلعت أنا ماسحهم كلهم، بقيت واحد اللي هو طلع لي بآخر شيء. وباد وي ترى اسمه نمسيس، مو نمسيس بس له علاقة بالنمسيس، حقول لكم القصة. لأنه القبائل لما تبدأ تقابلهم في اللعبة تكتشف أنه ثقافتهم عاداتهم تقاليدهم مبنية على البيئة اللي هم فيه، ومبنية على الشيء اللي هم اكتشفوه في هذا المكان. في الصحراء كانوا ماشيين على الموية، وتكتشف أنه كيف موية في الصحراء وماشي الأمور عندهم، إلين ما تنقطع الموية وتكتشف بعدين أنه طالع جاي أصلا من حرفيا ماطور موية مواصير زي وضعنا الحالي. في بعض المدن تكون في وسط الصحراء، والصحراء دي كيف الناس عايشين، في مواصير وصلتهم مثلا من البحر أو من أي مكان تحلية إلى آخره، ما كانوا مستوعبين ده الموضوع كله. بس الجميل أنه كل قبيلة بتلاحظ عليها كيف تأثير المنطقة اللي هم فيها. يهمني التفاصيل الصغيرة دي لأنه مرة كانت محبوكة في لعبة Horizon Forbidden West، أنه تحس الشخصيات بانينها بطريقة أو القبائل بانينها بطريقة صح مع الأماكن، وفعلا تروي لك قصة، فتحس كل قبيلة بتقابلها بتاخذ منهم جزء من قصه هورايزن فوربيدن ويست، تبدا تفهم العالم اكثر، غير المناظر الغريبه اللي بتشوفها وانت قاعد تمشي، تحس انه العالم قاعدين كانوا يتحاربوا في عصرنا او في جيلنا مع الالات. وهذه نقطه مره مهمه لازم تحطونها في البال وركزوا فيها يا جماعه الخير، لانه بعد كذا ايش اللي تلاحظوا؟ في قبائل عرفت تتحكم بالالات، في قبائل عرفت تقتل الالات بطرق معينه، هنا تبدا تنصدم انت اكثر واكثر. الصدمه فين يا جماعه الخير؟ اخر قبيله انا استغربت منها، لأنه صراحة كنت متوقع القبائل كلهم نفس فكرة أول يعبدوا الآلات والكلام هذا اللي أول كنت متوقع، بس لا، هنا طلع الموضوع مرة مختلف. آخر قبيلة كانت بكل بساطة جايين أصلا من برا المكان اللي أنت فيه بشكل كامل، وبكل بساطة القبيلة هذه رئيسهم ينحدر من شخص معين، وطلع في أماكن أو خلنا نقول ملاجئ تحت الأرض هذه حقت الناس اللي معاهم فلوس أو شبعانين اللي قدروا ينجوا، وفعلا تقابلهم في واحدة من الجزئيات في اللعبة. وهنا صراحة حط علامة استفهام في راسي مرة كثير، كيف يا جماعة الخير في اثنين أولوي؟ أوه يا جماعة ترى في كمان ناس لبسهم غريب، مين هذولا؟ والقوة اللي فيهم ما هي طبيعية. فهذا الشيء اللي أنا حمسني أكثر إني أنا استكشف عالم اللعبة. وهنا تبدأ اللعبة تصير دارك يا جماعة الخير، تبدأ تصير سوداوية، تبدأ تصير شيء مايل للرعب أكثر، إلى قد إيش ممكن البشرية توصل تخيلوا. طبعا تطلع المادة الحمراء اللي منتشرة في بداية اللعبة عبارة عن مادة اخترعوها على أساس أنها تقضي على النباتات، بحجة أنه ممكن تخلي الآلات يموتوا، كانوا متوقعين هذا الشيء، ما أدري كيف كانوا، أو يمكن أنا فهم الموضوع غلط، بس المهم أنه رجع بالسلب علينا، لأنه البشر والحيوانات هي اللي قاعدة تموت مو الآلات، فبالتالي كان لازم نقضي على المادة الحمراء هذه. وتبدأ طبعا أنت تحاول تجمع خلنا نقول أنظمة وسوفتوير معين مع بعض، على أساس أنه السوفتوير هذا يبدأ يعدل كوكب الأرض، وقريبة نوعا ما من فكرة العصور الفكرة الاسكندنافية، عارفين زي God of War، نفس الفكرة تقريبا، مسمين السوفتوير على أسماء كذا خلنا نقول اسكندنافية، زي آلهة مثلا البحر وآلهة مدري إيش، بس على شكل سوفتوير، وكل سوفتوير بيحسن لك في الكوكب، فبناء على هذا الشيء الآلات ممكن هي حتى تقعد تشتغل. وفعلا في واحد من القبائل مستخدمين الآلات إنهم هم اللي يحرثوا، اللي هم القبيلة اللي بس يغنوا كذا لابسين أخضر فخضر، فهذولا يغنوا ويعبدوا أو يحترموا الآلة اللي هي تشبه الديناصور القرنين اللي دائما تضارب مع التيركس في افلام الديناصورات. المهم اللي بوصل لكم انه الالات نفسها تقدر تفيد كوكب الارض وتحسن من المعيشه في كوكب الارض بدل اللخبطه اللي قاعده تصير.
إلين ما نوصل للقبيلة زي ما قلت لكم هذه اللي كل همهم بيوصلوا لملجأ معين ما هم قادرين يدخلوا. وهنا يبدأ دور ألوي، لأنه ألوي أمها كانت عالمة، والعالمة دي مخترعت لها سوفتوير معين من المفترض أنه ينقذ كوكب الأرض باستخدام إلوي نفسها. فهي مخططة أنها تجهز كل شيء لبنتها إلوي، اللي بنتها بطريقة هم يسمونهم أطفال الأنابيب يعني. طيب روحنا يا جماعة الخير المكان ذا الغريب اللي المفروض يكون صاحبه اسمه فارو أو فيرو بيقولوله. مكان جدا رهيب مصمم بطريقة فرعونية زي ما انتم لاحظين، وكل همنا نبغى نعرف فين فيرو هذا، وتبدأ تنصدم من أكثر وأكثر. بكل بساطة الناس اللي مع فيرو أو الناس اللي جمعوا محطهم تحت قاعد كان يسوي عليهم تجارب. بس قبل نخش موضوع التجارب، شايفين الآلات هذه هي نفس الآلات اللي برا، ففعليا فيرو هو كان أحد الأشخاص اللي أطلق الآلات هذه على كوكب الأرض، وبعد كذا تطور الموضوع صار فيه آلات أشكالهم على حسب البيئة اللي هي عايشة فيها، وبدأت تأخذ نمط معين وخلت البشر يموتوا تقريبا بنسبة كبيرة، ومع هذا البشر يقدروا يعيشوا بطريقة ما اللي هم القبائل اللي عايشين. لكن السؤال فين فيرو؟ طيب في آلات هناك أو في بشر جسمهم زي الآلات، وفي عندنا فيرو. الصدمة يا جماعة الخير انه فيرو حول نفسه بعد ما سوى تجارب، والتجارب دي كانت بكل بساطة في محاولة انهم يكونوا مخلدين على كوكب الارض، ولما شاف انه التجارب ما زبطت معاه قرر يسوي شيء مرة شاطح، تحول لشكل كذا ماني عارف ملغوص كأنه منتو كأنه ما عضو المهم، وما ورونا شكله، مرة انقهرت في النقطة هذه. وطبعا الولد اللي جاي من نفس سلالتهم لما شافه قال هذا لازم تحرقوه، وبدأ يطلع النجاس اللي جوته على إيلوي وتيمها، واتخلصنا من موضوع فيرو. لإرشادي ولن أكون وحدي بعد ذلك. أسرار فارو هي هنا؟ ليست التي تبحث عنها. إذن لابد أنها بالداخل. ثق بي، لن ترغب في الدخول. هل جننتي؟ لم أقطع كل هذا الشوط لأتوقف الآن. أخيراً إرث فارو أصبح ملكي. بعد ما تنتهي موضوع فيرو تكتشف انه بكل بساطة قصة اللعبة عبارة عن ناس شبعانين طلعوا بمكوك فضائي، راحوا لمكان ما غريب، لكن الأغرب من ذا كله انهم رجعوا ثاني مرة على كوكب الأرض، وخطتهم انهم يقضون على البشرية كاملة لأنهم عبارة عن حشرات. وبعدين بيسووا بطريقة لوحة فنية، كأنك ترسم يعني لوحة فنية العالم بطريقتك الخاصة. يعني الشبعانين دول اللي عددهم 6 8 أو 10 أو 20 أو حتى 50 هم بيفصلوا كوكب الأرض يا جماعة تخيلوا بطريقتهم الخاصة اللي تناسبهم. الناس دول اللي موجودين جحلط هذول شيلوهم من كوكب، ما نبغاهم، دول قذرين دول الحشرات. وهذا اللي خلى الآلات تتصرف بشكل غريب في عالم هورايزن فوربيدن ويست، تنقلب على البشر وتصير نشاطها ما هم مدروس. زي مثلا خلينا نقول أسد فجأة صار يدخل داخل المدينة ويقتل في الناس، مستحيل الأسد يدخل داخل المدينة أو الحيوانات تدخل داخل المدينة إلا ما ندر في شط، يعني أشياء تعتبر نادرة. فهو زي كذا يعني، أقصد نشاطه ما كان طبيعي. وفي بعض المخلوقات يعني موجودة في مكان، أو خلينا نقول آلات موجودة في مكان المفروض ما يكونوا متواجدين فيه، طلعوا هذولا وراهم، كانوا هم يتحكموا فيهم ويوجهوهم بكيفهم بحسب الذكاء الاصطناعي اللي كان موجود عندهم. يب يا جماعة الخير. طيب السؤال الآن، إيش اللي رجعهم؟ إيش اللي رجعهم؟ سؤال جدا جميل. شايفين البنت هذا اللي اسمها تيلدا فان ديمير، أتوقع أغلبكم عارفها الآن، هي نفس اللي في فيلم ماتريكس. هذه الأدمية يقول لك أخذت المصلاط حق إيلوي
ولما تفرجت عليه شافت أحداث الجزء الأول يعني صار معاها، حست بالإنسانية داخله وقررت تساعد إيلوي. هذا اللي فهمنا. طبعاً لعبت أنا المرحلة الأخيرة، جمعت فيه كل الشباب اللي قابلتهم داخل عالم اللعبة على أساس أنهم يساعدوني في موضوع أنه نقضي على هذولا اللي إلى الآن أنتم متحمسين تبوا تعرفون إيش اللي خلاهم يرجعوا من الكوكب ذاك وقرروا أنهم يقضون على البشرية ويجلسوا في الكوكب ذا مع أنهم حصلوا كوكب ثاني. حجاوبكم. ألفا كوتالو اذهبا. أين يذهبان؟ لمكان مهم. طبعا بعد ما تحوس وتقاتل وتجيك فزعة من الآلات وتسوي حركات معينة، إيلوي ما كانت مطمنة اللي اسمها تيلدا فان ديمير، والبنت اللي تشبه إيلوي أو حرفيا هي أخت إيلوي نسخ لصق، كانوا مستخدمينها أو هم أخذوا جيناتها من الأم أو من نفس أمهم اللي هي الأساسية العالمة إليزابيث. إليزابيث أتوقع اسمها، إن شاء الله ما نطقت الاسم بس غلط. المهم إنه أخذوا منها الجينات لأنهم عارفين أغلب الأشياء أو أغلب الأنظمة والسوفتوير حتنفك بسبب العالم ذي، فاستغلوا البنت هذه كأنها عبدة لهم إنهم يسيروها بالطريق اللي هم يبغوها. لكن بعد ما تقاتل معاهم، طبعا أنا ما قاتلت إلا بعد ما وصلت ليفل 50، فما أخذ مني وقت قتال الأعداء، قتلت الشخصية الأولى. وآخر شيء هنا اكتشفنا صدمة لعبة هورايزن فوربيدن ويست. سايلنس، الزينث قادمون، هل نسقط دروعهم؟ أزيد طبقا. اثبتوا هنا بلا شدوى، لن تؤذونا. إنكم ديدان زحفت إلى قاعدتنا من الشقوق. سايلنس، لحظة واحدة، ربما أعفو عنكم إن تخليتم عن تيلدا. أعتقد أنها قد خسرت نصيبها من عمليتنا دائما. هو لا، لا شيء. حسنا حسنا يا رفاق النار. هل ينبغي لنا الخوف؟ أبلع نهايتك، قايل لك نهايتك، ما حياخذ وقت ليفل 50 يا حبيبي. وهذا انا ماني حاط الاسلحه اللي جندري. شعور بالالم هذا اللي قتل اللي كان حبيب هذه اللي الحين صارت حامل منه. قل لي كيف المذاق، كيف الاحساس؟ انا نستمتع. صحيح، شوف حتى دمهم كيف ابيض يا لطيف. بكل بساطه يا جماعه الخير، رجعوا من الكوكب اللي هم كانوا مستوطنين فيه بعد ما طبعا وصلوا لجينات معينة أو لخلقة معينة أو ماني عارف صراحة إيش تسموها، بس المهم وصلوا لتوليفة معينة أنهم صاروا مخلدين. فهم مخلدين من يوم ما صارت نكبة كوكب الأرض إلى وقتنا الحالي، عشان كده أجسامهم غريبة وواضح كده أنه معدلة. لكن اخترعوا ذكاء اصطناعي، والذكاء الاصطناعي ذا واضح انه ما قدروا يخلوه يخدمهم، فقرر يقلب ضدهم وينتقم منهم واحد واحد، فدمر الكوكب. وهنا قرروا يرجعوا على كوكب الارض، وعشانهم رجعوا كوكب الارض يبوا يقضوا على البشريه وبعدين يستوطن، او هذا اللي احنا فهمناه في البدايه. وهنا يبدا التويست الثاني. التويست الثاني يا جماعه الخير انه طلعوا ماخذين كوكب الارض عباره عن محطه بيجلسوا فيها شويه عشان نمسيس هذا يوصل كوكب الأرض ويغادروا كوكب الأرض، فلما نيجي هنا ينشغل في أنه يقضي على كوكب الأرض، هم يشردوا لمكان ثاني. وهنا تكتشف الخيانة العظيمة الكبرى من تيلدا فان ديمير، وتتقاتل معاها بالآلة اللي أنا قضيت عليه صراحة، كلهم قضيت عليهم ترى من مرة واحدة، ما مت يعني بقصد. لا درع لديك. شفت، عشان كذا كانت إيلوي من أول مي واثقة فيها وقالت له هذولك يشتغل.
ذكية البنت من أول قالت. شفتوا الاثنين اللي رسلتهم في البداية عشان يعطلوا درعها؟ وش ده؟ إيش هذا؟ إيش هذا؟ هذا جديد هذا. أعرف أنك لم تقصدي إيذائي. أوكي أوكي، نفس النمط. أوكي خذ هذه في وجهك، وخذ هذه كمان مرة واحدة، ما تقضي علي. أمسك. عشان لو ما مت أقضي عليك بسلاح المفضل. بس خلاص انتهينا منك يا صاحبي. أيوة طلع الخسيسة هذه اللي من أول مسويها صاحبة. بعد ما قضيت عليهم واضح إن الجزء الجاي إن شاء الله وانتم طيبين حيكون عبارة عن قتالنا إحنا كبشر مع إيلوي ضد هذا المخلوق، أو ضد مو مخلوق، هو سوفت وير معصب وزعلان اسمه نمسيس. فهذا النمسيس حيجينا في الطريق. السؤال، هل حيكون DLC ولا حيكون عبارة عن الجزء الثالث من هورايزن؟ وكيف حيكون طريقة القتال معه؟ أسئلة كثير تجي في البال. فصراحة نختم أنه اللعبة صارت ممتعة أكثر شيء على نهايتها، حتى فكوا لي مخلوق يطير. فممكن أنزل لكم مقطع وأنا قاعد أستمتع في عالم اللعبة، لكن باللي يسمونه الشمس الحارق أو شيء زي كذا. المهم أنه إيش بعد ديناصور اللي مزقهم طويل، ما أدري إيش يسمونه، أبو مزقهم طويل هذا اللي يطير. المهم اللي يقولوا في ناس شافوه طلع في نهاية فبرك الضار. المهم أنه تستخدم وتتنقل فيه، فصارت اللعبة أسهل بكثير، أمتع، أجمل من كل النواحي. فأتمنى يكون استمتعتوا بالمقطع ذا اللي بيّن لكم قصة اللعبة، حبيت أختصر لكم إياها وأفهمكم إياها في نفس الوقت. قولوا لي رأيكم إذا أنتم متحمسين للعبة هورايزن تجربوها، أو قولوا لي رأيكم بالقصة بشكل عام. هذا اللي كان عندي اليوم، فلا تزبطونا على الاشتراك واللايك والنشر. يعطيكم العافية يا جماعة الخير، مع السلامة.